عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ مزيانين اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم البنات، فيديو جديد، ما تنساوش البنات لهذا الفيديو هذا. نتمنى من الله يعجبكم، وديما كتبوا لي الاراء ديالكم الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك، كتبوا لي في الكومونتير وان شاء الله غادي نصلحوها. المهم فيديو جديد، وهذا الفيديو هذا كما كتلاحظوا معنا في الصوره، البنات كما كتلاحظوا معنا في الصوره كاين معنا الزوج ديالي، كنقدمو لكم، غنقول لكم السلام عليكم مشاهدين الكرام. المهم غادي نشوفوا اش غادي يصاوب لينا اليوم العشاء، حنا غنديروا هاد العشاء. المهم نشوف شنو غادي يصاوب لينا، واش غادي يخرج راسو ولا ما يخرجش راسو. المهم يلا شنو تقول للمشاهدين؟ قول السلام عليكم. صافي سالت نفسك. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المتنوعة مع أم عمران. أول شيء هو نهنيكم بعيد الفطر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو قبل ما الفيديو نبداو إن شاء الله، قبل ما نبداو الفيديو، المهم أنا داك الفيديو الأول اللي درتو فيه التحدي، وهو صراحة الخطأ ديالي لأن ما كملش الفيديو، حيت أنا اللي مونطيتو، وداك المونطاج اللي كان خصني نصيفطو ماشي هو هذاك. ما عليناش، المهم حنا بلاص ما نعاودو نصاوبوه، انا نحاول ندير لكم واحد فيديو صغير وصافي، وهو ماشي كفكره وصافي، هو ماشي شي حاجه، ولكن المهم تاخذوا على شي افكار زوينه تنفعكم. حنا نبداو بالفيديو، نوريكم شنو نقدم لكم. انا راه كتبان لكم شنو هادي، راه كلشي كيعرف هادي البلبوله، كلها البلبوله، وهي فهي نوع من انواع الحبوب، وكاين ولا كيتقال لها، كاين اللي كيقول لها مثلا تشيشه، ولا في التلبينه، وفي السعوديه ربما كيقولوا لها البرغل، وبالفرنسيه لارج. المهم كذا كمعلومات عليها، والعلم دابا حتى الناس بزاف قام في الباديه اللي باقيين كيستعملوها، الناس الباديه اللي باقيين كيحافظوا على التقاليد ديال النوم كيستعملوا البلبوله، لان بزاف الناس ما عارفينش الفوائد ديالها، تعطيش اهتمام لهاد المسائل. ومع دابا هادي بحال اندثرات منها الحسوه، منها بزاف الحوايج كتستعمل من هاد البلبوله، وفيها فوائد بزاف، بالنسبه للوجبه ديال الافطار فهي صحيه، كيوصي بها، كتعطي نشاط، كتعطي النشاط، وفيها واحد القيمه الغداء، واحد القيمه غذائيه مهمه، حيت لان علاش كتوفر فيها الياف غذائيه بحال البروتينات، بحال النشويات، ومن المعادن فيها واحد النسبه ديال المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليوم والنحاس والحديد والزنك، وهناك مضادات الاكسده وحمض الفلوريك ومجموعه كبيره من الفيتامينات بزاف. هي مثلا مثلا في وجبه الافطار، علاش كيفطروا بها الناس؟ علاش؟ لانهم كتعطيك الطاقه، يعني الانرجي، يعني تتكمل بها النهار، وكتعطى للناس اللي في رمضان، يعني الناس اللي كيتسحروا بها كيقد تتعاونوا على الصيام، يعني العطش ما يجيش داغي. وبالنسبه قال لك كتنقي ايضا الجسم من السموم، لانها فيها مضادات الاكسده بحال فيتامين ك، وكتعالج الجهاز الهضمي، وتحمي من سرطان المعده، فيها بزاف ديال الالياف الغذائيه، فيها فيتامين بي كيحمي من امراض القلب، ماشي كيحمي وانما كيعاون امراض القلب والشرايين، وفيها البوتاسيوم، حتى هو البوتاسيوم للناس المرض بالقلب والشرايين، قال تتحسن الجوده ديال العضلات، وكتجعلها مزيان بالنسبه للرياضيين، ياخذوا منها يستهلكوها. هنا قال لك اسيدي انا كنعاني على الزلافه، بحال هكا الزلافه بنادم يفطر بها، يفطر الزلافه سواء المهم تتكون من البلبوله، سواء حسوه، سواء خبز، سواء لان ذاك هو الشعير، اللي فيها هو اللي فيه هاد المنافع، لان الاصل ديالو هو الشعير، والشعير كله فيه منافع. شنو نقول لكم؟ لان شحال من وحدين تنحقروها، تنقولوا هذه راه وجبه شنو هي، والو، كاين اللي كاع ما تياخذهاش كاع، ولكن مع العلم دراسات دارت في جامعات في كندا، هما اللي الناس اللي توصلوا لهذا الشيء هذا، مع العلم هذا الشيء راه كان كيدار قديما، لا ما تنبحثوش، ما تنقلبوش، فهمتي؟ هذا الشيء مثلا ما، ونسبة الأمراض السرطانات اللي كاين دابا حاليا، سببها شنو؟ سببها؟
سببها السموم. مناش كتجي اصلا السموم، هو المشكل ديال المشكل الماكله، سوء التغذيه اللي عندنا. هو مشكل سوء التغذيه، ان ما كناكلوش، كناكلو ولكن ما كناكلوش شنو الحاجه اللي كتنفع الجسم. كناكلو بواحد يعني الحوايج اللي خصني نفعو الجسم، هما اللي خصنا نهتمو بهم ونتهلاو فيهم. المهم دابا بعد ما وريتكم انا هكا افاده وصافي، باش بنادم يكون على علم وصافي. الشيء ضروري خصو يعرف بنادم مش كياكل شنو كياكل، ماشي اي حاجه يختار اللي فيها المزيانه اللي صحيه اللي كتنفع جسمه وكتنفع صحته. انا ماشي تنقول لكم انا هذه غتحميك من القلب ولا كذا، اللي مرض بالقلب بطبيعه الحال كياخذ دواهم، ولكن المداومه عليها في الافطار يوميا، فهمتي، استهلاكها بواحد اي استهلاك تستهلك بواحد الطريقه مزيانه. وهذا الشيء راه في الشعير، انا راه ما ذكرت لكمش الا زدنا زيت البلديه، الزعتر، شي حوايج اخرى اللي غادي تولي فوائد اكثر، امراض اللي غاز اللي ولاو امراض ديال الركابي، شي حوايج الامراض ما كانوش هذاك الشيء قبل. راه المشكل من الاكل، افراط في الاكل الغير متوازن، الاكل الغير صحي هو اللي كيعطينا الشيء، لا غير. اما حنا الاصل ديالنا ناكل الطبيعي، واللي كان الناس توصي واللي كان توصي على الرسول صلى الله عليه وسلم، راه كان تياكل الشعير، كان يعني كان انسان. راه انتم عارفين الشيء هذا، وخليكم مع تتمه، ربما وصلت لكم واحد كفكره. انا ماشي باش بنادم يرد لهذا الشيء البال، وفيديوهات اخرى نبين لكم حوايج اخرى. دابا نهضر لكم على واحد الفيديو خفيف، ندير لكم واحد الاكله، واخا ماشي شي اكله، المهم تتبقى في المتناول. دابا شنو ندير دابا؟ نفزقوها وما ندوز نفزقوها ونشوفوا شنو ندير. دابا هو باغي يديرها وكيقول لكم، كيقول لي انا شنو ندير ليها، واش انت شنو ندير ليها؟ خرج راسك واش تفزقها ولا تخبيها في لابامو؟ انا نعومها بالي ليا، المهم نخليكم نمشي نعومها ونجي عندكم. ها هي بعد ما فزقناها عومناها، ها هي كتشوفوها كي ولات فازقه. المهم بغيت نضيف لكم واحد الاضافه، وهي هذيك الماده اللي قلت لكم ديال الميلوتينين، هي مزيانه للقلب، بالنسبه للوظيفه ديال القلب، تأدية القلب. وفي ماشي عاد من المواد منهم، راه بزاف منهم، ماده منهم ميتونين، وكاين حتى السيلينيوم. السيلينيوم قال لك حتى في الجلد ديال القدم ديال الرجل، يعني فيها شي منافع لا ما تتخطرش على البال. بنادم من الناس راه وصلوا لهذا الشيء هذا، راه الناس مختبرات في كندا هما اللي اكتشفوا هذا الشيء هذا، واللي كيهضروا على الشيء بزاف. وما ندوزوا للمرحله الثانيه، نخليكم مع الناس كناكل وهو كيصور. المهم يلا نشوفكم في ليطاب الثانيه. بابا مهم. اول كسكاس كما كتشاهدوا، كسكاس دايرين فيه الماء كيغلى وغنخبو في هاد العجبان. يا ربي الله، هاتي انا نقاد معاك. لا تعاوني معنا، تعاوني معنا مزيان. صافي دابا انا نخليو ياك يتفور ياك، وباش نعرفو راه طاب. قيسو المهم انا واخا هكاك راه مخشي راسي، راه ماشي ان دابا حنا كنستغلوا في هذا الحجر الصحي نتعلموا شي حوايج تفيدنا. انا انتم عارفين حنا رجال كنكونوا خدامين، راه تتجي عيان صباح هكا خصك حوايج، كلشي واجد ما عندكش عاد الكلام. دابا ماشي انك حكم ان الراجل ماشي عيب انه يعاون مره ما فيها باس، علاش؟ لان كان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل كان كيعاون الاهل ديالو، ما فيها باس. حكم ديالنا عاوتاني كانت الوالده ديالي ما عندهاش البنات، عندها الدراري، يعني ضروري بزمنك تقدر تعاونها. ما شوف امك كضرب تماره كتشقاط، انت تعرف انا دري صافي انا وقع خارج ديال العله، انت تاخذ رضا الوالدين. وهذه المساله راه شحال من واحد ما كيفطنوش ليها، وحنا المهم حنا راه كنتعلموا، حنا راه كنتعلموا. وفي هذا المنبر هذا كنوجه تحيه لوالدينا، مساكن شقاو ضربوا معنا التمارة تكرفسوا في هذيك الوقت. الماء الحمد لله هذا الوقت دابا ولات ساهله، ولا كلشي موفر، الماء موفر، حتى التصبين مابقاش كما كان شحال. ماشينا لافي 5 دقائق والحوايج يتصبنوا، ناشرين فازقين، كلشي واجد. البنات كنعكزوا حنايا في
في الطويان ديال الحوايج نقول والله يا رب الله تكون غيضي طويان وكل الحوايج. اللهم مساكن والدينا كنتفيقوا مع 4 الصباح 3 الصباح 5 الصباح والبرد والصقيع ماشي حتى الاخر ما كاين لا شوفاج لا والو باش يجيبوا الحطب وكتجيبها على ظهرها وخص تعطي للبهايم. المهم تسمى الله يسمح لنا بالوالدين. المهم نخليكم تيطيب تنوصلوا للمرحله الثانيه ونشوفوا ما تبقى. هيا راه حيدناها من الكسكاس كنكسكسوها. كنبردها شويه البنات باش نديروها مع اللبن ما نديروهاش شويه تكمل صافي. دابا انت درتي كلشي دابا وقعت لنا وجبه لا والو كنا نضيفوا المفاجاه ديال اللبن صافي قلتي لي كلشي صافي وقع من يد قال دابا شوف البنات هانتوما شتو راه طابط يعني هكا خصها تكون ديال سايكوك كيحمق لينا سايكوك. هذه هي الوجبه اللي كنت نقول لكم نخليوها حتى الاخر مفاجاه سايكوك هو اللي غنديروا بها ومره اخرى ان شاء الله نديروا شي حاجه ديال الحسوه فيها برد طلعش من برد. المهم يلا نخليكم نبردوها نعودوا نتلاقاو. اه برد المهم نعمرو به زليف شو تبارك الله شو شحال تيخرج شو بس سبحان الله في الخيرات زليفه صغيره شو شحال تبارك الله تخرج لك حد على الاقل واحد ثلاثه زليف ولا اربعه كاينين هنا. المهم كنعمروهم زليف احنا عمرنا زليف ونضيفوا لهم دابا اللبن. انا غنزيدهم واحد الاضافه زوينه هو الزبيب. نبغى الزبيب بغيتي الزبيب؟ لا البنات انا ما بغيتش الزبيب قلت لي خلينا ناكلو هكا. الزبيب مذاق ديالو رائع وهذا الزبيب المره الجايه ان شاء الله تو ندير عليه فيديو ان شاء الله عرفتي تا هو راه شي مانا في راه سبحان الله راه مزيان الزبيب راه مزيان راه مزيان مزيان خليهم لي حقي حقك في الجنه. خلوني المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو المهم وفيديو بسيط وعادي انا بغيت نعرف من غتعرفوا تصاوب هادشي ولكن بغينا نوصل لكم الفوائد الاهميه ديال الاكل وصافي هادشي راه ما نحقروش هادشي واخا تشوفوه بسيط وكما يتحقرش راه فيه فوائد عظيمه. وشكرا بزاف المشاهده وكنشكر بزاف الناس المعجبين بالقناه واللي كيدعموا القناه واللي كيشجعوا القناه تمشي لقدام باش من حنا باش الاذاعه باش القناه تبقى مستمره وهما عاوتاني بقا يتوصلوا بالجديد بفضل الدعم ديالكم. شكرا بزاف ونخليكم مع مولة القناه. السلام عليكم. المهم البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو صراحه هاد نمشيو نطلعوا السطح والله الا تما غادي ناكلوا البنات. كنت صراحه باغا ندير لكم واحد الفيديو قصير يعني مره اخرى ان شاء الله ناكلوا سايكو في السطح نبدلوا يعني الجو ساعه صافي غادي يجي الفيديو طويل. قلت حتى المره الجايه ان شاء الله نديروا شي كريسه في السطح كما العاده ونشاركها معكم ان شاء الله. مهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو ما تنساوناش بالتشجيع ديالكم والدعوه ديالكم والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله دمتم في امان الله. الله يعاونك.